مشاهدين الكرام، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية، وإليكم أبرز أهم العناوين. اختتام دورتين تدريبيتين حول فن تحديد الجنايات ومدير التحقيق. الخطوط الجوية الكينية تعلن تسجيل خسائر مالية قياسية. أهلا بكم. اجتمع وزير الصحة الدكتور أحمد الربلي عبدلي صباح اليوم مع سائقي سيارات الإسعاف، ويهدف الاجتماع إلى الوقوف عن قرب حول احتياجات سائقي سيارات الإسعاف وإجراء معهم محادثات عميقة تتعلق بظروف عملهم وإبداء رأيهم وتوضيح التحديات التي تعيق عملهم. وتعتبر عمليات نقل وإجلاء المرضى في جميع أنحاء جيبوتي العاصمة وفي المناطق الداخلية الخمسة من أولويات وزارة الصحة. هذا وأشاد وزير الصحة الدكتور أحمد الربلي عبدلي بالجهود الحثيثة والخدمة الجليلة يقدمه السائقون لصالح المرضى الجيبوتيين. بدورهم قدم السائقون عن شكرهم وامتنانهم لوزير الصحة على رعايته للسائقين. استقبل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السيد مؤمن حسن بري في مكتبه بالمجمع الوزاري سفير دولة الكويت، وأعرب السفير السعيدي عن الشكر والتقدير لوزير الشؤون الإسلامية والأوقاف على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وتباحث الجانبان جملة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما التعاون الثنائي القائم بين البلدين وسبل كفيلة لتعزيزها إلى آفاق أوسع وأشمل. وجرت هذه المناسبة بحضور كوادر رفيعة المستوى من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. في إطار إطلاق البطولة الرمضانية، ترأست وزيرة الشباب والثقافة الدكتورة هبه مؤمن عسوي مناسبة مكرسة لتوزيع ملتزمات ومعدات رياضية لصالح مدراء المكاتب الإقليمية للوزارة ومراكز المجتمعية في جيبوتي العاصمة. وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم المراكز التنمية المجتمعية لتنظيم البطولة الرمضانية خلال شهر الفضيل وصقل المواهب الشابة. وتعتبر هذه الخطوة جزءا من تمهيد لتنظيم المسابقات الرمضانية في بلديات الثلاثة والأقاليم الداخلية. هذا وقامت الوزيرة بتوزيع ملتزمات ومعدات رياضية لصالح مراكز التنمية المجتمعية. شارك الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد محمد عبد الله مهيوب والمكلف بالتعاون في دائرة إفريقيا لدى وزارة التربية الوطنية والشباب الفرنسية السيد إيمانييل بال في أعمال اجتماع عبر تقنية الفيديو، وذلك في مقر مدرسة التميز. وسلط المشاركون خلال الاجتماع الضوء على الأنشطة المنفذة في إطار الشراكة القائمة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التربية والشباب الفرنسية. هذا وركز مدير مدرسة التميز على الدروس التي تجرى حاليا وذلك عبر تعليم عن بعد في المجالات العلمية والأدبية للفصول الابتدائية في المدارس الكبيرة. وقدم بعض المشاركون في الاجتماع عرضا حول بعض المؤسسات التعليمية في فرنسا وخاصة الفروس الابتدائية في المدارس الكبيرة. هذا وتطرق المسؤولون أيضا حول المراحل المقبلة في إطار الشراكة بين الوزارتين وطرق تنفيذها مستقبلا. بدوره أشار الأمين العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني السيد محمد عبد الله مهيوب الأنشطة المقبلة التي ستنفذها الوزارة مستقبلا، لا سيما التبادلات في مجال التعليم عن بعد بين المعلمين. وبهذا السدد ستبرم اتفاقية شراكة بين ثانوية فرنسية ومدرسة التميز، حيث سيجرون دورات تدريبية في فرنسا.
تسلم وزير خارجية الصومال السيد أبشر عمر جامع يوم الاثنين الماضي بمكتبه بالوزارة في مقدشو نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية جيبوتي لدى جمهورية الصومال الفيدرالية معالي محمد إبراهيم يوسف. وبحث الجانبان خلال استقبال المستجدات في منطقة القرن الإفريقي ووجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل الكفيلة لتعزيزها وتطويرها إلى آفاق أوسع وأشمل. اختتمت المدرسة الدولية للشرطة القضائية التابعة للدرك الوطني يوم أمس الخميس دورتين تدريبيتين حول المحقق الجنائي المحترف ومدير التحقيق والتي امتدت لعدة أسابيع. وشهد الحفل الختامي لهذه الدورة التي ترأسها ممثل النائب العام السيد إبراهيم حسين وعيسى حضور رئيس أركان الدرك الوطني العقيد زكريا حسن آدم والمفوض العام للشرطة الاتحادية الإثيوبية، إضافة إلى عقائد عناصر خفر السواحل وممثل الشرطة الوطنية، بالإضافة إلى والي منطقة عرتا ورئيس المجلس الإقليمي. وفي غضون الأسابيع التي استمرت فيها الدورة تلقى المتدربون دورات تأهيلا عالي المستوى تركز على وجه الخصوص حول أحدث التقنيات المستخدمة لإجراء التحقيقات الجنائية وإدارة التحقيق، حيث تسلموا في ختام الدورة شارات المدرسة الدولية للتدريب الشرطة القضائية في جيبوتي، بالإضافة إلى شهادات تقديرية لصالح المشاركين والمدربين. وفي كلمة لأحد المشاركين في الدورة أشار إلى أن المتدربين اكتسبوا خلال الدورة التدريبية معارف ومهارات أساسية حول إجراء التحقيقات الجنائية. لقد اكتسبتم هذه الأسابيع هذه الدورة التأهيلية المعارف والمهارات الأساسية حول إجراء التحقيقات الموكلة لشرطة القضائية، وبالفعل فقد نجحتم في اجتياز هذه الدورة وهو ما سيمكنكم من قيام بالمهام الملقى على عاتقكم بكل ثقة وحرفية لمواجهة التحديات في المنطقة الشرق الإفريقي ولتسدي لأي أعمال إرهابية من شأنها المساس بالأمن والاستقرار والمطلوب من دفعتنا هذه الانضباط والالتزام، وأن تكون قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية والمراعاة حقوق الإنسان. لقد سرنا بمثابة أسرة واحدة بعد أن تم إقامة هذه الدورة في المدرسة الدولية للشرطة القضائية بجيبوتي، وأود بهذه المناسبة أن أشيد بكل من كان له دور في إنجاز ونجاح هذه الدورة. عاشت جمهورية جيبوتي، عاشت جمهورية فرنسا، عاشت مدرسة الدولية للشرطة القضائية. لقد قام متدربون أمامكم بإجراء محاكاة على أرض الواقع فيما يتعلق بإجراء تحقيق وتقصي الأثار، ولقد أصبحنا على أتم الاستعداد وسعداء لتأدية المهام المنوطة بنا، خاصة على خلفية تعزيز قدراتنا وتزويدنا بالمعارف والمهارات الضرورية لعملنا. نعم، إننا قادرون على استخدام تقنيات والأساليب والبرمجيات المختلفة لإجراء تحريات وتحقيقات الجنائية. وبهذه المناسبة أود أن أعبر باسم الأفراد هذه الدفعة مدى امتناننا وتقديرنا لجيبوتي حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما نتقدم بجزيل الشكر ووافر التقدير لجمهورية فرنسا على الدعم المقدم لنا في إطار هذه الدورة التدريبية. إن هذه الدورة مكنتنا من اكتساب والتبادل الخبرات مع الخبراء المتدربين الذين قدموا من الدول المختلفة، ونشكر المتدربين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل تحقيق هذه الدورة. بدوره قدم قائد المدرسة العقيدة قياط وافر الشكر والعرفان لرئيس الجمهورية على اهتمامه للمدرسة. إننا نحتفل باختتام الدورة التدريبية متخصصة
للمديرية التحقيق وفنية الهوية الجنائية، حيث يعمل هؤلاء المدراء على إجراء تحقيقات ومعالجة الملفات الجنائية غاية في التعقيد، فيما يقوم فنيو تحديد الهوية الجنائية بتقديم خبراتهم في هذا المجال. وفي هذا الإطار الاستراتيجي، فإننا نشكر رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي أولى بالغ الاهتمام بهذا المركز ضمن رؤيته السياسية. كما تعلمون، فإن من بين المتدربين الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، والذين أيضا متدربون من رواندا، ومن مقرر أن ينضم إلينا آخرون من بلدان مختلفة في الدورات المقبلة، بما في ذلك كينيا. وهذا أن دل على شيء، فإنما يدل على سمعة الطيبة التي يتمتع بها هذا المركز بالنظر إلى جودة العملية التعليمية فيه، وبالتالي فهو سيظل نقلا نوعيا للتواصل لتحقيق تكامل الإقليمي. مساعد المدعي العام أشار في كلمة له إلى أهمية هذه الدورة لصالح المحققين الجنائيين من الشرطة القضائية. a regroupé 18 stagiaires de la formation des directeurs d'enquête et 11 stagiaires pour la formation des techniciens. أشدد على أهمية هذه الدورة لفائدة المحققين الجنائيين من الشرطة القضائية، والذين يتولون مهام كشف عن ملابسات الجرائم المختلفة من خلال معاينة مكانة الجريمة والبحث عن آثار التي تركها المجرمون في المسرح الجريمة، واستجواب المشتبه بهم وسماع أقوال الشهود. وهنا أهنئ المتدربين من الدورة المحقق الجنائي المحترف ومدير التحقيق على اجتيازهم الدورة بالنجاح، وتجالت المتدربين الذين لم يدخروا جهدا في سبيل بناء قدرات المعرفية والمهارات للمستفيدين من التدريب. أشيدوا بالجهود الحثيثة التي يبذلها القائد الدرك الوطني للوصول إلى أهداف المرسومة للمدرسة الدولية المتخصصة بتدريب وتكوين الشرطة القضائية، وتجدر الإشارة إلى أن علم التحقيق الجنائي العملي يدرس الوسائل المشروعة التي يباشرها المحقق الجنائي عند وقوع الجريمة أو حادثة، وما للتوصل إلى معرفة حقيقية، وذلك بناء على قواعد أساسية للتجارب العملية التي يتواصل إليها المحققون في تحقيق القضايا المختلفة. أعلنت الخطوط الجوية الكينية في 27 مارس الجاري أنها سجلت خسائر قياسية بلغت 290 مليون دولار أمريكي في عام 2022. هذا ويشكل واحدة من أسوأ النتائج في تاريخها وأكبر خسارة لشركة مدرجة في بورصة نيروبي. وقالت شركة النقل إنها تمر بوضع مالي صعب، حيث تبلغ قيمته أكثر من 2 مليار دولار أمريكي. ولفتت الشركة إلى أنها عانت من ارتفاع أسعار وقود الطائرات خلال العام الماضي دون أي دعم يمثل 53% من تكاليف تشغيلها المباشر. على مدى العقد من الزمان، كانت الخطوط الجوية الكينية تمر بمنطقة مضطربة مع وضع مالي دقيق ومشكلة إدارية. خلال هذه الفترة كان لدى الشركة 4 مدراء فشلوا في تسوية الصندوق، وتحولت الاستراتيجية من توسيع حجم الأسطول إلى تقليصه. إلى هنا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى نهاية النشرة، وشكرا على حسن الإصغاء والمتابعة.